استنى، عن الجروب. الجروب اللي موجودة قصادنا دلوقتي هي جروب واحد جواها لير واحد. لو انا عملت دراج للير واحد عشان تبقى مع التانية اللي هي لير واحد كوبي، تمام، هكليك على لير واحد كده واعمل لها دراج فوق التانية، فيبقى لير واحد ولير واحد كوبي موجودين جوه الجروب دي. لو عملت هايد الاتنين مع بعض، وممكن اعمل سيلكت للاتنين مع بعض، لما لو عملت كليك هنا واخدت السيلكشن تول بتاعتي وابتديت اتحرك، هلاقي ان الاتنين بيتحركوا مع بعض. فخد بالك من حتة ان الجروب بيتعاملوا كلير واحدة برضو. لو اخدت الجروب دي من هنا ووديتها ريسايكل بان، هتتمسح باللير اللي جواها برضو. خد بالك وانت بتمسح الجروب عشان ما تمسحش شغلك. انا من الهيستوري رجعت للسناب شوت انا كنت عاملها، اوكي، رجع الوضع زي ما الفايل ما كنا شغالين فيه ساعة ما ابتدينا نشتغل. دلوقتي انا برضو هاخد اللير اللي هي لير واحد، هدرجها فوق اختها اللي هي لير كوبي، تمام، وهوريك اوبشن تاني اسمه اوتو سيلكت. اوتو سيلكت بمجرد ما بتكليك عليه وبتروح تكليك على لير، زي ما انت شايف عمل جامب بقى هو جواها. طب هروح اكليك على اللير التانية، هيعمل جامب على اللي فوقها. اللير الزرقاء دي كليك عليها، هيبقى هو اللي فوقها كليك الاخضر. الاوتو سيلكت كويس جدا لو اللير بتاعتك بعيد عن بعضها زي دي، تمام، لو فوق بعض هيحيرك شوية، اوكي. لو عملت برضو كليك على الجروب من هنا وابتديت اتحرك، برضو هيختار لي اللير الاولانيه في الترتيب او اللي انا عملت كليك عليها. لو عملت ديسيبل للاوتو سيلكت وعملت كليك تاني وابتديت اتحرك، هيحرك لي الاتنين مع بعض، اوكي. خد بالك اوتو سيلكت وسيلكت هينفذ اوبشنز مختلفه. في برضو حاجه تانيه عايز اوريها لك اللي هي شو ترانسفورم كنترولرز. بمجرد ما هكليك عليها، اوكي، هو عمل سيلكشن لللير كلها، للجروب كلها، فعمل لي سيلكشن للحاجات اللي في النص برضو كمان. لا، الحاجات اللي في النص مش معمول لها سيلكشن، والدليل على كده ان انا لو صغرت دول الاثنين التانيين بس هما اللي هيصغروا، تمام، لان انا عامل سيلكشن لجروب جواها اتنين لير بس مش الباقيين، تمام. هرجع بالايمج بتاعتي للسايز بتاعها، تمام، ولو رحت عملت كليك في مكان تاني هو مش هيابلاي ترانسفورم اللي انا عملته، حتى لو انا كنت سايبهم في مكان تاني، اوكي، هسيبهم هنا، اروح اكليك في مكان تاني، هيخيرني ما بين ابلاي ودو نوت ابلاي، هقول له لا دو نوت ابلاي، اوكي. ترانسفورم سيلكشن بمجرد ما بتكليك على لير، تمام، مع الموف تول بيديك اللير نفسها، بيديك الكنترولز، تمام. دي حاجه تساعدك ان انت تعمل فاست اديتنج بسرعه بسرعه، تعمل اللي انت عايزه. برضو ممكن اوريك كذا اوبشن تاني مرتبط باللير. ممكن هفتح ملف تاني، لو انت فاكر الملف ده كنا اشتغلنا معاه مع البليندنج مود، تمام. انا هنزل الملف ده لحد هنا وهاخد لير واحد بس، هكليك عليها، تمام، وهعمل لها دراج هنا في الايمج التاني، اوكي. لير واحد بقت موجوده جوه الجروب، الطبق الاثنين لايرز التانيين فوقها، فانا هدرجهم تحتها، هيبقوا كلهم جوه جروب، تمام، وهسلكت الثمره بس وهعمل لها ريسايز كده، اوكي،
اوكي. بعد كده المفروض ان انا هشيل دول لان السليكشن كده خلص خلاص. ممكن اضيف ايه تاني او ممكن اعمل ايه تاني في الايمج دي؟ ممكن اجي على الليرز كلهم بتوعي وادوس شيفت وابتدي اكليك عليهم كلهم، وبعد كده ترانسفورم اوكي، وابتدي اعدل شكل الليرة بتاعتي دي لحد ما تملى الكانفاس بتاعي. اوكي، واكليك على الليير 3 تاني. المفروض ان انا اكليك دبل كليك هنا على الايمج عشان يقول لي ابلاي ترانسفورم. اوكي، شيل الترانسفورم بتاعي، كليك على الليير 3 تاني، كليك عليها واقول له شو ترانسفورم، وابتدي اصور دي. اوكي، ودي اعتقد ان هي محتاجة ترانسفورم من نوع تاني. شيل الشو ترانسفورم كده، بقى عندنا ايمج مالية الصورة بتاعتنا. اعتقد كده انت عرفت شوية حاجات تانية كتير عن اللير، تمام. وخد بالك وانت بتهايد وبتشو الجروبس، لان الجروبس ممكن يبقى عندك لفات كتير او لايرز كتير جوه جروب كتير، وانت لو عملت شو هايد حاجات كتير هتختفي وحاجات كتير هتظهر. اوكي، يلا مرن ايدك على اللي انا عملته، واشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.